متابعين فقراتنا ومنشوف لدوما. يعني دوما أجمل بلدات لبنان ومنطقة جنة على الأرض فعلاً. هيدا البلدة فيها حركة مثل كتير من البلدات اللبنانية هلأ بموسم الصيف، وكل كل إذا بدكن منطقة عم تعمل حركة على قد ما تنسوا وضع البلد صعب وما في إمكانات ولا في تمويل حقيقي، ولكن ولا ضيعة لبنانية قبلت تقطع الصيفية مرور الكرام. معي بالاستوديو سيدة حياة الحاج شلهوب رئيسة نادي دوما لنحكي شو عم بيصير بدوما. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، خبريني. الاستضافة. أهلا وسهلا فيك ست حياة. أول شيء يعني طبعا مهرجانات دوما كانت معروفة تكون بشكل كتير كبير، ولكن هيدي السنة الظروف لم تكن مثل كل سنوات، ولكن أصريتوا أنكم تعملوا، البلدية أصرت أنه تعمل هالحركة. خبريني شو الفرق بين قبل واليوم. هلا الحقيقة لجنة مهرجانات دوما الوطنية بلشنا نحن بالمهرجانات من 20 سنة تقريبا، وكنا دايما تكون مهرجاناتنا برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة، وزارة الثقافة، كل الوزارات المعنية بتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالقرى. الهدف كان كمان بلشنا بفتح السوق نحن، يعني المهرجانات تركزت أول شيء بلشت بالنادي، بنادي دوما، بعدين انتقلت للسوق لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالسوق. نعم. والمعروف إنه سوق دوما كان من زمان، يعني من هو بندر تجاري للمنطقة كلها. فبلشنا بحركة إنماء السوق من هذيك الأيام، وكان ينعمل مهرجانات على ثقافية وسياحية وفنية على مستوى رائي. السنة الحقيقة بادرت البلدية لأنه في مشروع كتير حلو بمسعى من الوزير جبران باسيل إنه يرجع يحيي السوق اقتصادياً. نعم. وسياحياً، فأخذت المبادرة البلدية وعملت لجنة سياحية من شباب وصبايا وجمعيات والنادي لتنشيط الحركة الاقتصادية بالسوق. وصلنا لمرحلة أنه كان سوق دوما قصة، أنا زايرة سوق دوما، سوق دوما قصة كبيرة، يعني في أشياء حلوة وكتير في نشاط وكتير في حركة فيه. مزبوط مزبوط، يعني هي المقومات السياحية والتراثية اللي الضيعة اللبنانية بتمتاز فيها دوما، كتير عالية صح، بيمتاز فيها الضيعة اللبنانية. دوما هي الأساس لهالضيعة هيدي، لأنه عندنا من المكتنز الثقافي والجمالي والمناخ كتير مهم، ومنشان هيك النادي نحن من سنة 2000 ركزنا على السياحة البيئية. نعم. وهلأ السياحة البيئية نشطت بشكل مش معقول. كيف يعني شو عملتوا للبيئة؟ يعني عملنا طرقات، فتحنا طرقات مشي. نعم. طرقات مشي اللي هي هيدي طريق أساسية سكة الشام، ورجعت اعتمدتها جمعية درب الجبل اللبناني ووسعتها كمان، عملت إلى طرقات تانية اللي بتربط كانت دوما بالشام مرورا بالبقاع. نعم. فهيدي وهيدا دليل على انه دوما هي مركز تجاري مهم كان من زمان وجاي. هلا نحن بهالمبادره هيدي النادي كمان صار في بيت للشباب، يعني بيجوا الجمعيات اللي هي بتمشي بتنام بالبيت وبتمشي بطرقات الجبل. هلا هيدي الطرقات مش بس محصوره بدوما، هيدي الطرقات بتوديكي على قرية تنورين اللي فيه كمان محميه وفي طرقات للمشي، بتوديكي على ترتج، على جاج، على اهمج، يعني هلا عم نسعى انه يكون في طريق كمان توصل لاهمج بشعله وبزوروا زيتونات. عم تحكي أجمل مناطق يعني اللي حوالي فرحلدة بتشلالة، وهلأ كان صار في طريق تاني بتوصل من المسيلحة من البترون
على بتمرق ببساتين العسك فرحلدة بيت شلالة تنورين وبتمرق يعني على محاذاة دوما. فكل هيدي قصة السياحة البيئية بتضيع شغلة كتير مهمة. عم نشوف صور من دوما. ايه طب خبرينا هيدي السنة عاملين نشاطات بالتي هي أحسن إذا فينا نقول يعني بمساندة البلدية. اوريدي الأسواق بلشت وصبت في ليلة كبيرة مع المطرب الكبير عبدو ياغي اللي رح يكون ضيفنا أكيد. بعد أكيد. شوي هيدا دايما بشرفنا انه عبدو ياغي يكون هو يحيي العشاء القروي. ومسيرتنا طويله نحن وياه من سنه كمان ال 2000 ولتشوف انه نحن بنحافظ على صداقاتنا مع العالم اللي هن بيعطوا من قلبهم. فعبدو ياغي من الناس اللي هن منحبهم وبحب دوما وبيعطي من قلبه وما حدا بضاين معنا لأنه نحن دوما سميعة بالنسبة للطرب ولل يعني الناس تسمع إيه. فبضاين عبدو للساعة 3-4 الصبح هيك وصلته بالطويل هالقد لثلاثة أربعة ما بغني ساعة ساعة ونص ممنوع ما بحدد لنا لا بيفتحها يعني بيفتحها أكيد. وهيدا العشاء القروي تقليدي من نادي يعني صرنا كمان بالتلاتين سنة يمكن بينعمل وصار هو بيستقطب كل الشباب اللي هي مسافرة حتى اللي برات البلد اللي بيعملوا كل بروجراماتهم انه يجوا على العشاء القروي. هلا نحن الى جانب العشاء القروي النادي الحقيقه مركز السنه على الامور الرياضيه كمان الرياضه كثير ناشطه عنا. وبعدين بسبب انه انكماش الاولاد ببيوتهم لمده فتره طويله يعني لمده 3 سنين هلا صرنا النادي بادر كمان او كمل مسيره الهيئات الاداريه السابقه انه ينعمل مخيم صيفي بدوما للولاد. وكانت الحقيقة شغلة كتير كتير مهمة بقيادة صبايا أساتذة بمدارسهم أو خريجين جامعات. فكانت كمان نشاط كتير مهم. وهلأ بعدها في عنا أكاديمية رياضية للولاد لأنه كمان النادي بيهتم بالرياضة للشبيبة من كل الأعمار. نعم بالنسبة لهيك تنختم مع السوق ليالي السوق شو في هلأ ليالي السوق عمران الحقيقة كل سبت وأحد الشبيبة عم تعمل جهدها على كل المستويات اللي كانت الإعلامية الحضورون فتح المحلات بالسوق. هلأ في عنا بعد في حدثين مهمين اللي هن بعد العشاء القروي اللي هن عرض أفلام السينما للسينما المستقلة. هيدي شغلة كتير مهمة سبت وأحد ب 21 يمكن آب يعني الأسبوع الجاي مش هالأسبوع ب 27 آب ب 21 آب في عنا المستضيفين فرقة حبيب أبو أنطون فرقة المجد للزجل وفي ناس كتير بحبوا الزجل يعني طبعا بالمنطقة. طبعا اللي حبيته انه هيك يعني مستضيفين ناس هيك في اجواء الضيعه يلي الناس مشتاقت لها لكن يعني ضيوفهم المهرجانات دوما دائما بتعمل حساب لكل الاعمار كل الاذواق. نعم فالاولاد لهم حصه خصوصا بالنادي وبالحركه. الجمعه الماضي كان في كرمس للاولاد كمان بحركه الشبيب الارثوذكسيه. فكل هلا بالسوق في انواع كثير من الفعاليات ومن الفنانين اللي عم يجوا. جمعه الماضي نحن عاده بنستضيف بمهرجانات اللي كنا نعملها سيمبوزيوم رسم باداره دكتوره مها خالد. نعم. تطلع تلاميذها وتطلع فنانين ويعملوا هالسيمبوزيوم يرسموا دوما قدام العالم كلهم. اوكي السنه دار شيبان كمان بمسعى من طوني المعلوف والبلديه طلعوا عملوا شغله
كمان نهار كتير كتير حلو مع أمسية شعرية مع ففي الفعاليات اللي عم تنعمل عم بتخاطب كل الأذواق اللي موجودة وكل الزائرين اللي بيطلعوا على دوما عم بيكونوا مرتاحين بهالموضوع. ست حياة خبريني الدخول كيف؟ هل لازم يحجزوا؟ هل الدخول مجاني ولا في عاملين أسعار تشجيعية أو أسعار رمزية لا يدخلوا الناس يحضروا يعني من ابتداء من السبت؟ نحن مهرجانات دوما اللي كانت تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات دوما كنا نسعى دايما أنه نغطي مصاريفنا من الأجاويد اللي هن بدوما ومن بنوكي أو شركات. هلأ بتعرفي الأوضاع منا بهالمستوى وكنا نفتح كل الفعاليات بلاش لأنه يعني هدفنا كان نشجع هالمطربين الكبار نعرف الناس على فنهم اللي هن مش قادرين ينزلوا على المناطق على بيروت او على المراكز الفنيه انهم يحضرون. نحن نستضيفهم عنا بدوما ونفتح الشغلات كلها بلاش. يعني نحن استضفنا جاهده وهبي، استضفنا اميمه الخليل، استضفنا عم تحكي اسامي اسامي يعني ناس كبار. نعم فالسنه حتى السنة المهرجان أو ليالي الأنس في دوما منا مكلفة للزائرين، منا مكلفة لا، لأنه بتاخذ بعين الاعتبار أنه هالزائر اللي بده يجي نحن بغيتنا يعني هدفنا تنشيط السوق، تنشيط الناس اللي فاتحين محلات بالسوق، تنشيط هالشباب اللي هن فتحوا سناكس ومحلات مشروب وشغلات حلوة، تنشيط الحرف يعني نضوي على الحرف اللي موجودة بدوما كمان. فهيدي إلها تمن، يعني نحن بدنا ندفع والزائر بدنا نساهم مع الزائر بدفعه. شفتي كيف؟ فالتغطية يعني المالية عم بتكون رمزية من المغتربين، لأنه دوما الحقيقة عمرانة والكهرباء والمي والبنى التحتية، قصدي كلها من وراء المغتربين، كانت بمسعى بدعم من المغتربين. ولحد هلأ بعدهم عم بيساهموا بهالموضوع هيدا. وأكيد الناس اللي هي قادرة تساهم وتغطي عن غيرها وتنشر الفرح بالناس، لأنه صرنا نحن بحاجة أنه نفرح، بحاجة نرجع نجدد حياتنا ونجدد مواهبنا، نطلق مواهبنا. فهيدا اللي عم بيصير، أنه بالسوق عم تنطلق المواهب. نحن بالمهرجانات السابقة نسمي ليالي مواهب من خوابينا، لأنه في إن ناس كتير مخباية ما بتعرفي فيها. بدك كمان تظهريها وتساعديها وتعطيها مجال إنه تثبت مواهبها. ست حياة الحاج بدي يعني أتمنى لك كل الخير، يعطيك ألف عافية على نشاطكم وعلى همتكم. ما فرز عبالك نختم بشي، عبالك تقولي شي أنا عبالي أول شي أشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا، وادعي كل المحبين هواة المشي والهواة السياحة البيئية يطلعوا على دوما ويشوفوا هالمنطقة الحلوة فوق، مش بس هي منطقة حلوة كتير طبعا. وبدعيهم على هالليالي الأنس اللي عم نسميها اللي عم بيكونوا كل سبت واحد تقريبا، وادعيهم خاصة هلأ ب 13 آب على عم نشوف العشاء القروي مع الفنان عبدو ياخي اللي لحد هلا يمكن صار عندنا شيء 800 شخص. معقول النط على لازم يحجزوا صح؟ السنة. لازم يحجزوا صح؟ نعم لازم يصير في حجز، اكيد لازم يصير في حجز. أوكي. لانه نحن السنه ركزنا انه يحجزوا العالم، مشان هيك هلا دائما اخر ثلاث ايام بتعجوا اكثر شيء. اكيد اهلا وسهلا بالجميع وما بتكونوا إلا مبسوطين. شكرا، أهلا وسهلا فيك بتجوالكم بدوما وبالمنطقة. أكيد يعني ضيعة دوما من أجمل ضيعة لبنان، بتستاهل أنه تنزار. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية.